انا ممكن اشرح لك. زي ما قلنا في الشورت ان البنوك كلها رفعت مصاريف خدماتها البنكية، ومن ضمنها مصروفات كشف الحساب الورقي اللي كانت بتطبعه نتيجة طبعا ارتفاع اسعار الورق وارتفاع الاحبار وارتفاع اساسا الرسوم البنكية اللي هي بدم. فالنهاردة جاب لكم فيديو عشان اشرح لكم ازاي ان احنا نتغاضى عن كشف الحساب الورقي دوت بان احنا نحوله الكتروني، وده هيوفر لنا فلوس وهيوفر لنا رسوم كتير جدا. خليكم معايا اشرح لكم تفاصيل. مصروف كشف حساب الفترة الاخيرة وصلت لممكن تكون حضرتك تدفع حوالي مثلا ما يقرب من 500 جنيه سواء رسوم او مصروف كشف حساب. واحنا في عندنا في البنك الاهلي 3 كشوفات حساب: كشف حساب الكتروني، وكشف حساب ورقي، وكشف حساب عن طريق الاهلي نت. تقريبا كده وتحديدا كده كشف الحساب الورقي ده كان بيتكلف كل 3 شهور حوالي 60 جنيه، كل 3 شهور يعني في السنة حوالي 240 جنيه. كشف الحساب الالكتروني بيتكلف حوالي 20 جنيه كل 3 شهور، وده يعتبر اوفر من كشف الحساب الورقي. تالت نوع من انواع كشف الحساب اللي هو كشف الحساب من خلال برنامج الاهلي نت، وده يعتبر مجانا ما بتدفعش عليه اي رسوم ولا اي مصاريف. يبقى لو هرتبهم من المصاريف الاعلى فالاوفر الارخص: كشف الحساب الورقي نمرة 1، 60 جنيه كل 3 شهور، 240 جنيه في السنة. كشف الحساب التاني اللي هو الالكتروني ده 20 جنيه كل 3 شهور يعني حوالي 80 جنيه في السنة. وتالت حاجة بدون أي رسوم ولا مصاريف اللي هو كشف الحساب عن طريق الأهلي نت، عن طريق الإنترنت، وده ما بندفعش عليه أي فلوس ولا أي رسوم. طيب يعني موضوع الحلقة بقى إزاي إن أنا أحول كشف الحساب بتاعي من ورقي إلى إلكتروني أو من خلال الأهلي نت. طيب إيه بقى الخطوات؟ أول حاجة إن حضرتك عشان تحول كشف الحساب من ورقي إلى إلكتروني أو إلى كشف حساب من خلال الأهلي نت، أول حاجة هتفتح حضرتك المتصفح جوجل من على اللابتوب او من على الموبايل. تاني حاجة هتخش على موقع البنك الاهلي. اول ما تدخل على اختيار البنك الاهلي المصري هيفتح لك موقع البنك، هتكتب او هتختار حاجة اسمها الخدمات الذاتية. بعد كده هتختار خدمة الاشتراك في خدمة الكشف الالكتروني للحسابات والبطاقات. بعد كده هيطلب منك ادخال الرقم القومي، هتدخله الرقم القومي وهتدخله رقم الموبايل اللي انت مسجله في البنك. واول حاجه ما تدخل رقم قومي ورقم الموبايل اللي موجود في البنك هيجي لك كود سري على في رساله نصيه على رقم الموبايل اللي انت دخلته، اللي هو المفروض ان هو موجود في البنك. هيطلب منك الموقع ادخال الكود السري اللي جاي لك على التليفون دوت. وبعد كده هيطلب منك ان انت تدخل الايميل بتاعك مرتين. بعد كده هيقول لك اضغط على تنفيذ، وبعد كده هيجي لك برضو تاني كود سري على الايميل بتاع حياتك اللي انت دخلته ده عشان يعرف ان ده الايميل بتاعك، وهيبعت لك كود سري عليه عشان التأكد ان الحاجات دي خاصة بيك انت. بعد كده هتضغط على الموافقة على الشروط والاحكام، وهتضغط على ارسال، وبعدين هيترسل لك بقى على البريد الالكتروني. وهتختار مثلا ان هو كشف الحساب، لو انت مش عايز تدفع مصاريف خالص هتختار ان هو كشف حساب يجي لك عن طريق الاهلي نت. طيب لو اخترت ان انت يجي لك على الايميل بتاعك يبقى هيتخصم منك كل 3 شهور 20 جنيه زي ما قلنا. هيظهر لك طبعا نافذة مكتوب عليها تنفيذ، هتضغط عليها وبعدين هيظهر لك حاجة اسمها رقم مرجعي. بعد ما دوس تنفيذ هيظهر لك زي ما قلنا حاجة اسمها الرقم المرجعي، والافضل لما يظهر الرقم المرجعي دوت ان انت هيدك تاخده سكرين شوت. اول ما حضرتك ما تشوف الرقم المرجعي دي لازم حضرتك تشوفه كويس، والافضل ان انت تاخده سكرين شوت. هنراجع كده مع بعض ان احنا هنفتح زي ما قلنا تطبيق نفتح جوجل كروم ونفتح نكتب عليه البنك الاهلي المصري، هيدينا رابط ندخل عليه. هنضغط على حاجه اسمها الخدمات الذاتيه، هنضغط عليها وهنلاقي خدمه الاشتراك فيه. اول ما نضغط على الخدمات الذاتيه هننزل تحت كده شويه، هنلاقي حاجه اسمها الاشتراك في خدمه الخدمات الالكترونيه. هنلاقي حاجه اسمها الاشتراك في خدمه الكشف الالكتروني للحسابات والبطاقات. هتضغط على حاجه اسمها المزيد، وبعدين هنفضل نازلين لغايه تحت كده لغايه ما نلاقي عميل العزيز. هنلاقي موجود عميل العزيز سيتم ارسال كشف الحساب كذا 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 وتفاصيله. يعني هيطلب منك ادخال الرقم القومي تاني ورقم الهاتف المحمول اللي هو متسجل في البنك.
لو حضرتك اتبعت الخطوات اللي انا قلتها دلوقتي دي وشرحتها لك، كشف الحساب بتاعك هيتحول من ورقي الى الكتروني او الى كشف حساب بالميل، والا تدفع رسوم اللي هي 20 جنيه كل 3 شهور، الا ما تدفعش خالص يجي لك على الايميل، تدفع كل 3 شهور يجي لك الكتروني، ما تدفعش عليه حاجة خالص. وده طبعا من خلال اختياراتك من جوه الخطوات اللي انا قلت عليها دي. اي حد برضو هيجي يعمل الخطوات دي في حاجه تقف قدام منه، ما يترددش ان هو يكتب لي في الكومنتات، ان شاء الله هيلاقيني يعني بفاتح وبقول له ازاي يعني خطوه بخطوه تاني لو في اي مشكله قابلته. يعني بالطريقه دي بيبقى افضل من ان احنا ندفع زي ما قلنا يا الا 60 جنيه كل 3 شهور، يا اللي هو 240 جنيه في السنه، يا الا 20 جنيه كل 3 شهور، وده برضو حوالي 80 جنيه في السنه. فبالطريقة دي لو عملنا الكلام ده ممكن ما ندفعش، ونختار ان هو يبقى مثلا الكتروني او بالميل، فهتخف المصاريف. حتى لو انت طلبت في حاجة اسمها حفظ المراسلات برضو بتدفع عليها برضو فلوس ورسوم. طبعا الكلام اللي احنا قلناه ده خاص بالبنك الاهلي، ولو في حد بيسأل على بنك مثلا مصر او بنك القاهرة او كده بيقولوا انه هل هيعمل زي البنك الاهلي يرفع برضو الرسوم والخدمات بتاعته ومصاريف كشف حسابه كده، لسه دلوقتي ما ظهرش حاجه. بس برضو لو ظهر احنا برضو ايه يعني هنشوف ونعمل، لو ظهر ولا حاجه ولو في حاجه مختلفه عن كده هنجيب لكم برضو خطوات اللي هي اللي انتوا لو عملتوها تخف عنكم المصاريف شويه وتخف عنكم الرسوم شويه، ويعني عشان نحاول ان احنا ازاي يعني لما في حاجة رسوم او في اي حاجة بتزيد او مصاريف بنحاول ان احنا نشوف طريقة تانية بحيث ان احنا نحسب برضه عن اللي احنا عايزينه، وفي نفس الوقت ما ندفعش اي رسوم زيادة، لان اصلا الموضوع مش مستاهل يعني مش ما يعني الموضوع مش الموضوع مش حابب يعني اي مصاريف زيادة تزيد، كفاية الاسعار والغلاء اللي احنا فيه. فبنحاول ان احنا نساعدكم اي حاجة ممكن يبقى فيها فايدة ونفع وتقل النفقات شوية، عشان ربنا يسهل ان شاء الله يبقى فيه النفع والفايدة لحضراتكم ولينا كلنا. لما نتأكد من موضوع بنك مصر يا جماعة ان شاء الله برضو ان هو فعلا هيزيد ولا لا، عشان الناس اللي هي عاملة حسابات ليها حسابات في بنك مصر مش في البنك الاهلي، هنعمل لكم حلقة تانية برضو عن موضوع زيادة الرسوم في بنك مصر دي والخطوات. هحاول برضو اجمع لكم برضو حلقة فيها مقارنة ما بين الرسوم هنا وهنا، عشان برضو اللي لسه بيشاور نفسه عايز مثلا يفتح حساب هنا او هنا، ويشوف مثلا مقارنة ما بين البنكين، انهي بنك اقل في مصاريفه واكتر في خدماته ومميزاته. هعمل لكم برضو حلقة مثلا اقارن فيها بين مثلا بنكين او 3 كده او حاجة، بحيث ان احنا برضو نشوف الافضل ونقارن ونشوف برضو ايه لما بيبقى في حاجة فيها مقارنة وبتبين المزايا وتبين المزايا هنا وهنا ومساوئ هنا وهنا، احنا لو كده بنقدر ان احنا من خلال المقارنة دي ايه يعني نختار انسب حاجة لينا، بحيث ان هي تبقى اقل في التكلفة واكتر في الفوائد والمزايا. زي ما انتم شايفين ان احنا ما بنبخلش عليكم والله باي حاجه، وبنجيب لكم اي حاجه فيها استفاده، وبنحاول نشرح لكم اي حاجه فيها يعني لغط او فيها يعني مساله في شرحها نحاول نشرحها لكم. فيا ريت ما تبخلوش علينا باللايك والشير، اللايك والشير يا جماعه، اللايك والشير يا جماعه، عشان الفيديو يوصل لاكبر قدر ممكن من الناس، والاشتراك في القناه اللي لسه ما اشتركش فيها، وفعلوا زر الجرس عشان يصلكوا كل جديد، او الاختيار اول عشان يصلكوا كل جديد، وان شاء الله